اللي في الصورة دي اسمها ناهد عثمان، ارتكبت أغرب جريمة في مصر، جريمة كل تفاصيلها تجيب لك اشمئزاز، وكل ده علشان خاطر 30 جنيه وحلق ذهب. وكانت متخيلة إن مفيش حد هيكتشف اللي هي عملته، والغريب إنها أم، وصعب قوي غريزة الأمومة تستوعب اللي هي عملته. 2015 في محافظة الجيزة، وتحديدا في بولاق الدكرور، ناهد عايشة مع جوزها في بيت عيلة واحد. البيت ده يضم حماها وحماتها اللي هي في الأصل عمتها، ويضم كمان إخوات جوزها وعائلتهم، وطبعا أطفال العيلة كلهم بيلعبوا مع بعض. وناهد عندها طفلين، واحد عنده 3 سنين وواحد عنده 5 سنين، وبالرغم إن العيلة عايشة مع بعض، لكن واضح إن ما كانش فيه أي توافق بين ناهد وبين حماتها وأهل جوزها بشكل عام، وده بسبب تصرفاتها الغريبة واللي مش مفهومة لأهل البيت، وقرروا إنهم يتجنبوا التعامل معاها لأنها اتهمت بالسرقة أكتر من مرة من حاجات كانت بتسرقها من جوه البيت، والسرقة دي كانت دايما بتكون فلوس، وأحيانا كانت بتسرق ذهب. لحد ما في يوم حصلت مشكلة المفروض إنها بسيطة. ناهد كانت رايحة تدي لمدرسة 30 جنيه، المدرسة دي كانت هي اللي بتدي الدروس لأطفال العيلة اللي موجودين في نفس البيت، لكن المدرسة بلغت أهل جوزها إنها ما خدتش منها 30 جنيه، ولأن ناهد تم اتهامها أكتر من مرة بالسرقة، فأهل جوزها صدقوا المدرسة وكانوا متأكدين إن ناهد سرقت 30 جنيه وما ادتهاش للمدرسة. فعمتها اللي هي حماتها قعدت معاها واتكلمت معاها بوضوح وصراحة، لو انت فعلا خدت الفلوس قوليلنا علشان ما نتهمش الست بالسرقة، وان حماتها هتدبر الفلوس دي تاني وهتديها للمدرسة من غير ما يحصل اي مشاكل لناهد في البيت. لكن ناهد كان عندها اصرار قوي انها ادت للست الفلوس وانها مظلومه، وفلوس الدرس ده كانت لمين؟ كانت للطفله حنين اللي هي بنت اخت جوزها، يعني ناهد بالنسبه لها مرات خالها، والطفله حنين واولاد ناهد اصحاب وبيلعبوا مع بعض دايما، وحنين عندها 4 سنين وملهاش ذنب في كل حاجه هتحصل بعد كده. جوز ناهد لما رجع من الشغل وعرف المشكله اللي حصلت، قرر ان هو هيدي لوالدته اللي هي حمات ناهد 30 جنيه، وطلب منها انها تدي الفلوس للمدرسة، لكن ناهد ما عجبهاش تصرف جوزها وحست انها بالشكل ده اتظلمت، فقررت ناهد انها هتنتقم لنفسها وهتحصر قلب العيلة كلها على الطفل حنين، وقررت ان الانتقام ده يحصل من غير ما اي حد يعرف. وبعد يومين من الخناقة على 30 جنيه، ابن ناهد كان نازل الشارع يشتري حلويات، وهو طالع على البيت طلع معاه الطفل حنين علشان يلعبوا مع بعض، ما هي في الاخر بالنسبة لهم بنت عمتهم واطفال وبيلعبوا مع بعض. بس ناهد لما شافت حنين عندها في البيت قررت انها هتنفذ الانتقام، جمعت الاولاد كلهم وشغلت التلفزيون وجابت لهم فيلم كرتون، وطلبت من حنين انها تخرج معاها شوية، والبنت علشان بتحبها جدا فمشيت معاها عادي. لكن لما خرجوا بره باب الشقة، ناهد خدت حنين وطلعت بيها على الشقة اللي في الدور العلوي واللي كانت تحت الانشاء، وقررت في اللحظة دي انها هتقتل حنين، لكن ما كانش في دماغها طريقة معينة هتقتلها بيها، فسابت حنين فوق ونزلت البيت تشوف حاجة تقتلها بيها، لقت قطعة من ملابسها الخاصة فخدتها معاها وطلعت على فوق. وأول ما شافت الطفلة حنين قدامها ومش فاهمة أي حاجة، قررت إنها هتلف قطعة القماش دي على رقبة الطفلة حنين وتشدها جامد جدا علشان تموتها، وخلال ثواني البنت وقعت على الأرض ميتة. تقوم ناهد تفرش سجادة وتحط جثمان الطفلة حنين عليه وتسيبها فوق وتنزل تاني على البيت عندها. ولما أولادها سألوها حنين راحت فين، قالت لهم إنها نزلت علشان تشتري حاجات من تحت البيت، وقعدت مع أولادها عادي تتفرج معاهم على فيلم الكرتون. وبعد ساعة والدة حنين ندهت على ناهد علشان تسألها على بنتها، لأن بنتها بقالها أكتر من ساعة مختفية. فناهد قالت لها إنها كانت موجودة لكنها نزلت علشان تشتري حاجة من الشارع، فوالدة حنين قلقت عليها جدا وقررت إنها هتنزل الشارع تدور عليها، وبدأ أهالي المنطقة يساعدوها بكل الطرق علشان يلاقوا الطفل حنين. وفي نفس التوقيت ناهد كانت بتدور معاها وكانت بتعيط وكأنها مش عارفة فعلا هي حنين فين. قعدوا يدوروا لحد الفجر وملهاش اي اثر، وفي الاخر قرر ان والدة حنين وحماتها
وناهد هيطلعوا على البيت وان الرجالة هيروحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ باختفاء الطفل حنين. في نفس الوقت ناهد طلعت على شقتها وتأكدت ان كلهم دخلوا على شقتهم وقفلوا عليهم الباب، وهنا قررت انها تطلع الدور اللي فوق علشان تتأكد ان جثمان حنين لسه موجود فوق وانها فعلا ماتت. وقعدت تفكر تتخلص من الجثة ازاي. اول حاجة عملتها قلعتها الحلق الذهب اللي كان في ودنها، منها لانها طمعانة فيه ومنها علشان يبان للناس انها عملية سرقة. وراحت جابت كيس اسود كبير وحطت جثمان حنين جواه وقفلت الكيس وفضلت سايباه فوق في نفس المكان. في نفس الوقت افراد من العيلة كانوا بيطلعوا يدوروا فوق في البيت، فلما كانوا بيلاقوا الكيس الاسود ده موجود كانوا بيفتكروه كيس زبالة، مش متخيلين ومش متوقعين ان اللي جوه الكيس جثمان حنين. كل ده وناهد شايفة والدة حنين وحماتها وكل العيلة منهارين على انهم مش لاقيين الطفل حنين ومش عارفين حصل فيها ايه. فناهد قررت تنفذ الخطوة التانية، خدت الكيس اللي جواه حنين ونزلت بيه بهدوء على السلم وحطته قدام باب البيت. ولما اتأكدت ان مفيش ولا حد شافها عملت انها بتنظف قدام البيت، ومرة واحدة اكتشفت الكيس ده، فلما فتحته لقت فيه جثمان حنين وقعدت تصوت وتصرخ انها لقت جثة حنين مرمية قدام البيت. الاهل جريوا على تحت بسرعة علشان يشوفوا الكيس بنفسهم، وما كانش حد ابدا متخيل ان اللي عمل القصة دي كلها هي ناهد. وعلشان تحبك السيناريو بتاعها كويس من كتر الصريخ اللي هي عملته ساعة لما لقت جثمان الطفل حنين اغمى عليها ونقلوها على المستشفى، وجوزها من كتر قلقه جري معاها على المستشفى، واول ما فاقت رجعوها تاني على البيت. رجال الامن اول ما جالهم بلاغ بانهم لقوا جثمان طفلة مرمي في الشارع وان الطفلة دي هي حنين اللي تم الابلاغ عن اختفائها قبلها بكام ساعة، تحركوا بسرعة على مكان البيت علشان يبدأوا يعينوا مسرح الجريمة. اول حاجة الامن لاحظها ان في اثار خنق واضحة جدا على رقبة الطفل حنين واثار بعض الجروح على ظهر ورجل الطفل حنين، لكن اللي لفت انتباههم وجود اثار من الرمل والزلط على منطقة الرقبة، وده عرف رجال الامن المكان اللي ممكن تكون ارتكبت فيه الجريمة. وبدأت عمليات البحث والتحريات تحصل علشان يحلوا اللغز ده، تحديدا لما لقوا ان الذهب بتاع الطفل حنين مسروق، فكان التوقع المبدئي انها عملية سرقة وان المجرمين قتلوا كمان الطفل حنين. لكن رجال الامن كان لافت انتباههم التصرفات والمبالغة في رد الفعل من ناهد قدامهم، فحسوا ان ناهد ليها علاقة بالموضوع ده، تحديدا لان والدة حنين كانت متأكدة وبلغت رجال الامن ان غالبا اللي عمل كده في حنين هي ناهد، لكن مفيش اي دليل ضدها. رجال الامن وهم في عمليات البحث اكتشفوا وجود الرمل والزلط في الشقة اللي فوق شقة ناهد على طول، فبدأت الشكوك تروح اتجاه ناهد، تحديدا انهم لما عملوا تحريات عن ناهد عرفوا ان العيلة اتهموها كتير جدا بالسرقة لانها كانت بتسرق منهم حاجات كتير، وانهم كانوا دايما على خلافات مع بعض، وان اخر خلاف حصل هو اتهمها بسرقة التلاتين جنيه. رجال الامن لما طلبوا ناهد للتحقيقات جوزها راح معاها اللي هو خال حنين، لانه كان متأكد جدا ان من المستحيل ان ناهد تعمل كده في حنين، لانهم كانوا بيحبوا بعض جدا وان ولادها كانوا اصحاب حنين جدا، لحد ما جوزها اتصدم لما عرف ان ناهد اعترفت على نفسها بكل حاجة. ولما راحت على مسرح الجريمة علشان تعيد تمثيل الجريمة تاني ما كانش حد مصدق انها ممكن تعمل كده في حنين، لانه حقيقي مفيش انتقام ممكن يوصل الإنسان إنه يعمل كده. واكتشفوا في التحقيقات إن ناهد عملت كده نتيجة تراكمات كتيرة عندها من أهل جوزها، إنها دايما كانت حاسة بالدونية وإنهم كانوا بيعملوها بإنها أقل منهم بكتير، وكانت ناسية إن هي السبب في ده لأن هي كانت بتسرقهم كتير وهم كانوا بيسامحوها دايما علشان خاطر جوزها، وإن ناهد أصلا كمان قريبتهم، وناهد كمان كانت شايفة إن العيلة بتعامل ولادها بطريقة فيها دونية. لكن الحقيقة وانا بتفرج على اعترافات ناهد كان واضح جدا انها مش متزنة نفسيا وانها عندها مرض نفسي مش طبيعي. واحدة تقعد 12 ساعة تدور على طفلة هي عارفة انها قتلاها وتفضل تواسي في والدتها وفي اهل جوزها علشان خاطر البنت مختفية وهي قتلاها وحطاها في كيس بلاستيك. سلام عليكم.